ريم عمال اضرب عليكي مش بتردي. معلش يا ماما انا اسفه ما سمعتش التليفون، انا اصلي في اجتماع مهم في الشركه. طب اخوكي نزل يلعب تحت البيت ومش لاقياه، فجاه اختفى. 100 مره قلت لك يا ماما بلاش يلعب تحت البيت. عموما مش وقته، دوري عليه عند الجيران واسالي اصحابه وبيكلميني تاني. والنتيجه لكل التفاصيل اللي شرحتها لحضرتك يبقى احنا في انتظار صفقه من شرق اسيا، ودي ممكن تبقى اكبر صفقه في تاريخ الشركه. وايه طبيعه الصفقه الجديده دي؟ توكيل لشركه من اكبر شركات الادويه في العالم. هنقدر بيه نورد أدوية للشرق الأوسط كله، وده يمكن. سوري يا جماعة. هيا ماما دورت عليه في كل حتة ما لقيتهوش. أنا جاية حالا. جاية لك. أنا آسفة يا جماعة مش هقدر أكمل الاجتماع. خير يا ريم؟ مفيش. طب يا جماعة نأجل اجتماعنا بعدين. في ايه يا ريم؟ مفيش حاجة. لا شكلك بيقول في حاجة. مفيش حاجة يا هشام. مش عايز حد معايا، اتفضلوا جوه. ريم احنا مهما كان اهل، ارجوك قولي لي في ايه؟ سيف اخويا. ماله؟ ممكن يكون تاه ولا حاجة. سيف ناصح لا يمكن يتوه. انت عندك مشاكل مع حد؟ طبعا لا. معانا ما تقلقيش عليه. طلباتنا بسيطة، 1,000,000 جنيه كاش. هنبلغك بالتفاصيل بعدين. بلاش تدخل البوليس بنيه عشان ما تخسرش اخوك للأبد. كده بانت. ده عملية ابتزاز حقيرة. طب اعمل ايه يا شيخ؟ انا لازم ابلغ البوليس، انا معيش المبلغ ده. المشكلة مش في المبلغ، المبلغ جاهز. بس لو دفعنا مبلغ زي ده هيعملوها كل يومين، وهنبقى ملطشة ومش هنخلص. احنا لازم نكلم البوليس وبعد كده بنشوف هنعمل ايه. طب هنروح ايه، اسم ولا الاسم اللي تبع بيتنا؟ مش هنروح ولا اسم. ممكن يكونوا مراقبينك. انا هكلم واحد صاحبي اللي هو في الداخليه يكلم لنا الاسم عشان يهتموا، وبيبعت لنا ظابط على البيت عندك. صباح الخير يا سياده اللواء، انا هشام البحيري. والنبي يا باشا كان في موضوع كده كنا عايزينك تخدمنا فيه. هل لديك اقوال اخرى؟ لا. احنا هنحط تليفوناتكم تحت المراقبه عشان لما يتكلموا. ان شاء الله ربنا يكرمنا نقضي على المجرمين. المهم سيف يرجع بالسلامه. ان شاء الله، ويا ريت لو حاجه حصلت جديده تبلغني فورا. شاكرين يا باشا. عفوا. السلام عليكم. سلام. انا هحاول اتصرف من سكه ثانيه. سكه ايه؟ ادعوا لي بس ربنا يسهل. ريم معاك؟ مش ضروري يا ريم. لا معلش يا هشام مش هقدر اقعد اوقف نفسي كده. اتفضلي كلميني يا ريم. جاسر انت فين؟ طب خليك عندك ما تتحركش، انا جاي لك. حالا. انت متاكد ان الراجل ده هيعرف يساعدنا؟ الربع ده مع انه قد كده بس رهيب. ده ما فيش كورم في مصر ما يعرفش مين المجرم اللي فيه. انا مره قصدت في موضوع. النبي خلينا في مصيبتنا، نطلع ازاي؟ امشي على طول وخش شمال. الواد حنتكه اللي عمل كده، واد هايف وطالع في المقدر جديد ولمم حواليه شويه علم العشوائيات، والله يا بهواه الكار اتبهدل اولي من دول. والعمل؟ بسيطه باذن واحد احد، انا هبعت العيال للمكنة اللي خاطفين فيها الواد، نعرف نظامهم ايه وعلى متاخر نهجم عليهم ونديهم درس في اداب المهنه. طب ما نبلغ البوليس بمكانهم وهو يتصرف. لا هي ما تقصدش، هي تسال التصرف يكون ايه يعني؟ طلباتك بعد ما نخلص. هديك اللي تطلبه بس على شرط. لا انا محدش يشفط عليا. مش قصدي، بس عايز ابقى مطمن. ومش هطمن الا لما اجي مع رجالتك خطوه بخطوه. بس ليه شغلانه خطره بيه ومش عايز ابقى هواه؟ ما تقلقش، هشام قلبه ميت وما يفرقش حاجه عن رجالتك. خلاص لو اثبت كرامه نضمه. متشكرين يا سيدي. لا شكر على واجب، انا احب الرجاله واحب اغلبها. خلاص يا مالك هنعدي عليك بالليل. يلا يا جماعه. هو عنده حق، البوليس طريقته تقليديه جدا والمجرمين دول بقى محافظين، بلاش ندخل في ريسك. انا متاكد ان الربع ده هيخلص لنا الحدوته دي كلها. واديكي شفتي بنفسك في ساعتين عرفوا مين اللي خطف سيف ومخبينه فين كمان. اسمعهم بقى ربنا. وعلشان تبقي مطمنه يا ستي انا هبلغ البوليس، بس هخلي رجاله الربع تكمل مهمتها. الناس اتسعرت على الفلوس، تلاقي حد عرف ان كوريستي في قال مليون مش هيفرق في الملايين اللي ورثتها. ياخدوها، انا مش عايزاها الفلوس دي. كله يا ولاد. كله تلاقيكم ما اتغديتوش. غدا ايه بس يا طنط؟ حد ليه نفسي ياكل؟ كل ومش هتسيبك لما تاكل. سيف هيرجع. ربنا مش هيديلنا في ايه؟ عشان احنا عمرنا ما اذينا حد. اذا ربنا كاتب حاجه تانية يبقى هنشوفها. ولازم نبدا بيها. ربنا جميل. وكل اللي بيجيبه جميل. اغسلي وشك. ولا اقول لك؟ اتودي وصلي.
هتجيب لك سجاير معايا؟ لا معايا. ممكن اسالك سؤال محرج شويه؟ اسال. ازاي راضيه تعيش اهلك في المستوى ده وانت غنيه كده؟ مش هكذب، ياما قلح عليا صلاح في الموضوع ده، وانا فعلا اقتنعت وحاولت اساعده، بس ماما رفضت، قالت لي زي ما ربيتك وكبرتك اربي بقيه اخواتك. صوري نهله وعيلتها غيركم تماما. نهله نقلت اهلها لمستوى تاني خالص. ما اقدرش اسمي ده طمع، لان ظروف نهله وعيلتها زي ما حكى لي صلاح يعني وحشه قوي، لكن احنا مستورين والحمد لله. مين عارف لو اتحطينا في ظروفهم كنا هنتصرف ازاي؟ ازاي بتعرفي تبقي رحيمه كده وتحسي بظروف الناس؟ مش قوي كده، عادي يعني. لا مش عادي، كل الناس اللي في البيت ده مش عاديين. ازاي امك وهي في محنه زي دي قادره تبتسم وتحضر لنا اكل وتعمل لنا شاي وتبقى بالهدوء ده؟ يمكن الايمان بيخليك تستقبل اي حاجه برضا. انا وافقت انك تيجي لحد هنا، انما اكتر من هنا لا. ما تتحركيش من العربيه مهما حصل، مفهوم يا عبده؟ مفهوم يا بيه. كده عشان بقى يبهدلني. يا مدام يا مدام يا مدام، معانا وبيساعدنا. كله لازم يتقبض عليه، ما تقلقش على الناس اللي ساعدوه، في المحضر والتحريات ان شاء الله هنساعدهم. ايه ده؟ يا جريب الجديد ده؟ لا ده خدش بسيط كده. تحب اطلب لك حساب؟ مش مستاهله، شاكرين يا باشا. عفوا. والله يا ماما سيف معايا، اطمني احنا جايين حالا اهو. في دم كتير في رجلك، انت لازم تروح مستشفى. هوصلكوا الاول عشان مامتك تطمن وبعد كده بقى اجيب دكتور او اروح اي مستشفى. طب وفيها ايه لما نروح معاك المستشفى الاول؟ ما ماما خلاص اطمنت. معلش كده هرتاح اكتر. الجرح مش سهل زي ما انت فاكر، السكينه دخلت جامد جوه رجلك، حاسب على نفسك واهتم بالجرح شويه. بلاش الاستهتار بتاعك ده. يا يخرب بيت ام. احتمال حرارته ارتفع، لازم يتعمل له كمادات. هعدي عليك بعد بكره اغير لك على الجرح. شكرا يا دكتور. شكرا. برضه رزق ناشفة، مش كان أحسن تروح مستشفى؟ مش يمكن نفسي حد تاني غير الدكاترة يهتم بيا؟ مش هتطلع تنام في سريرك؟ سريري؟ ده سريري. طيب أنا هسيبك تنام دلوقتي وهبقى جنبك.
لو عايزت حاجة، لو عايزت حاجة بندهني. هطمن عليك كل شوية. تصبح على خير. تصبح ايه بقى واحنا بقينا 10 الصبح؟ هسيب لك باب الجنينة الصغير مفتوح، تدخلي من الناحية العلبسين، أو حد يشوفك. أنت عملت الأوضة دي إمتى؟ من يوم الحادثة وأنا مش طايق أطلع الدور التاني. فكر أبيع الفيلا دي خالص. نخلص من موضوع ريم الأول وبعدين نفكر على رواقة. ريم هي اللي عملت الأوضة دي لما لقيتني بنام في الليفينج. بدأت تهتم بيك. يعني قربنا. انا اسفه حبيبي، كان لازم يعورك جامد كده. كان لازم الخطه تبقى محكمه، بس الحمار زودها شويتين. كان هيموتني اني قعدت ادربه ليلتين كاملين. الله يخرب بيتك، انت كده ممكن تقطع لي رجلي مش هتعورني. بس ده مؤاخذه يا باشا، مش مركز في حمامك انت هتقلق قد كده. بصراحة يا باشا المبلغ اللي اتفقنا عليه طلع ما يكفيش، العملية محتاجة رجالة كتير، وأكيد كلنا هناخد أحكام من سنة لتلاتة، مش كتير يا باشا. صدقني عشان الرجالة دي لو اتعلقت في فلكة ليل ونهار ما تقرش بحاجة. حاضر، بس بشرط. نص الفلوس دي مش هتاخدوها إلا بعد ما القضية تتقفل تماماً، سواء بحبسكوا أو بغيره. ماشي يا باشا. طلباتك 2 مليون. يا خبر أسود، دفعت 2 مليون جنيه في الحدوتة الهبلة دي؟ مش كتير، أنت ناسية؟ ده الميراث بمليارات. بدل وجع القلب ده. يا ريتك سمعت كلامي ودفعنا لحد من الشغالين اللي عندها، وكان هو اللي يديلها الحبوب. ما قلتلك ان مش مضمون حد من عندها يوافق، وساعتها بقى تبقى كارثه. وهي اخبارها ايه معاك دلوقتي؟ المسافه قربت قوي، قالت لي هتعدي عليها كل يوم عشان تطمن عليها لحد ما اخف. يعني خلاص الفرصه جات لك تديلها الحبوب. تقالي شويه، السرعه مش مطلوبه. كفايه دول؟ طبعا كفايه، هو هينهب. ده تلاقيه جايبهم بنص دول وبيعمل علينا شغل. متأكدة من كلام الدكتور بتاعك ده؟ النتيجة مضمونة 100%، المهم بس انها تاخد حباية كل يوم، ما تفوتش يوم. في اليوم العاشر هيحصل لها نزيف حاد وهينزل الحمل. والنفوس مش صافية، وشكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة من 30 محضر. يا عم اختفى انت. بجموع 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. أمال فين العروسة؟
ريتني ما سالت. اهلا وسهلا يا باشا. اوعى انت كده. اوعى انا يا باشا. اتفضل عند اهل العروس. يا باشا اتفضل عند اهل العريس. يا باشا جنب اهل العروس. عند اهل العريس ولا اهل العريس ولا اهل العروس. انا هقعد في ارض محايد. ومالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخواني دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليلته العمر. ها رواق لا مؤاخذه سعاده الباشا، الفرح بصراحه ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمه. ايه انا بحيت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم. تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها ننسى عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه احنا جايين نهدي النفوس. أيوة. الله اكبر، سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن كلم الحاج. يا نيتن كلم الحاج. يا تحفه ما هي كلم الحاج. هي تقوم ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قراط من القراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القراط، هو في اغلى من الضنا؟ ايوه قول له يا باشي، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا إيه؟ كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايه اللي احنا فيه ده اعراض؟ طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جوه. دخلنا في اعراض. الله 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 الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعه، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 لحظه يا اخوانا، مش كده ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زباله قاعدين فيه. عادي. 18 محضر. انت يا بلدينا. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي لحق الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، يا باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، واتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الظابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش داخل. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. تكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتن. يعني شتيمه. انت مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ يا باشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه بشادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الظابط. انت قال انت اللي بتضرب بكرسي، انا عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ لك ده باشا. اتصرف بسرعه يا الظابط. تمام يا فندم. اتصرف بسرعه. بيتك. قلت لك اديني البدله خليني امشي.
اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. بنفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الاول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك، انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده، بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله، في ايه يا فندم؟ يا فاشل صيحت لي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك تلبس هدومك يا فاشل عن وظيفتك او تستقيل من شركه. طول الوقت بتتكلم عن فسادك. انت عرفت منين الكلام ده؟ صلاح ما كانش بيشبع النهايه. بس احنا كده بنحتكر السوق بطريقه وسخه، واللي هيتخرب بيتهم مش المنافسين وبس، احنا كده بنمص دم الغلابه. هي مش شركه غلابه، دي شركتي ومفيش حد غيري هيختار السكه اللي تمشي فيها، واللي مش عاجبه السكه دي بترجاه يقدم استقالته على الاقل عشان يحافظ على الغلابه بتوعه. اسمع يا استاذ كمال، نصيحه من واحد زي اخوك الكبير، ما تاخدش مواقف ما تقدرش تدفع ضربتها. قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم إذا دفع ضمانا ماليا قدره 10,000 جنيه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. أستاذ هشام، إيش وراك بعد الحرام؟ أنا مش فاهمك، انت منين بتدافع عني وشكلك مش مبسوط ان خدت افراج؟ اسال نفسك. اسال نفسي عن ايه؟ انت منين عرفت ان القاتل بحق يارس؟ يعني ايه؟ ولا حاجه. طب ايه الاجراء دلوقتي؟ هيفرج عنك من الاسم بعد دفع الكفاله ما لم تكن مطلوبا على ذمه قضايا اخرى. سلام يا فندم. الله يسلمك. نورت بيتك يا فندم. ربنا يخليك. انا جاهز لحضرتك الحمام. لا انا نازل بسيط. ايوه ايوه هشام، ما قدرتش امسك نفسي اكتر من كده، كان نفسي اقول لك مبروك على الافراج. دي بقى التالتة، شاهد. بنت غلبانة عرفتها في كافي شوب، عجبت ما خدتش في ايدي غلوة، بعد اسبوعين كانت معايا في شقتي، سلمت نفسها بمنتهى السهولة لدرجة اني ساعتها كنت فاكرها مش بنت، وان انا اكيد مش اول راجل في حياتها. فوجئت انها بنت، انهارت، حاولت اهديها، وبعد ما هديت فتحت لي قلبها. ابويا كان بيشتغل عامل بسيط في القطاع العام، كنا عايشين مستورين ومبسوطين، نعرف ناكل ونتعلم لغايه ما طردوه وادوله قرشين تسويه معيشه، صرفهم كلهم على علاجه من الجد. اخواتي سته، انا الوسطانيه، اختي خدتها من قصرها واتجوزت جوازه تعبانه عشان بس تعرف تاكل. اخويا متخرج بقاله 7 سنين وطبعا قاعد من غير شغل، المعاش اللي ابويا بياخده ما بيكفيناش حتى عيش حاف. بهدلت واتلطمت في كل حته شويه، العيزه زاد على ابويا، اضطرت امي هي كمان تنزل تشتغل، بقى المعاش وشغلي وشغل امي يا دوب بيكافئوا علاجه. لقيت نفسي بمد ايدي بسرق من شنط زمايلي، اتعلمت ده من واحده صاحبتي كانت دايما بتعمل كده. الغريب ان عمري ما حسيت بذنب، كنت ببص على اصحاب الشنط دول بلاقي الواحده فيهم راكبه عربيه تمنها يحل مشاكل 10 عيال زينا. تقدر تقولي مين ممكن يرضى بيا بكل الظروف اللي انا فيها دي؟ وفوقت بيها يرضى بشرفي اللي راح.
اوعى تفتكر ليلى ممكن اتخلى عنك. من يومها وانا فضلت اساعدها واديتها فلوس عملت بيهم مشروع، بس الحقيقه على قد ما كنت بديها كانت بتديني اكتر. من يوم مامي ماتت عمري ما حسيت بالحنان غير معاها، مع اني كنت متجوز وكنت بعرف كل يوم واحده، بس كل دول كنت بقلبهم وارجع لها. بقت الافيونه بتاعتي الوحيده اللي كانت بتعوضني عن اسود ابويا واخويا، خصوصا بعد ما ابويا مات اخويا صلاح ظهر على حياته اكتر، ما كفاهوش انه اخذ نصيبه في ثروه ابويا، بقى قاسي اكتر من الاول. حاولت احذره بس ما فهمش انه كده بيضغط على اعصابي وبيزودها معايا. يا ريته كان اخذ تهديدي بجد. هشام. نعم. لما اخوك الكبير يكلمك عيب تسيبه وتمشي. مش عايز اتكلم. اوكي يا هشام ارجع نتكلم وانا هريحك عشان خاطري. بص يا هشام خلينا نتكلم بالعقل. ابوك بقى لي كل حاجه وتقدر تسال المحامي اللي انت عارف كويس ان فوق مستوى الشبهات. ابوك كان عيان بالسرطان، ما كانش مجنون في مصحه، ولما حس ان الاجل قرب قرر يدي كل واحد حقه. حقه؟ ثروة ابويا كلها حقك يا صلاح؟ ما تفاجئني كمان وتقول لي ان مش ابن ابويا وكان جايبني من ملجأ. مفيش داعي للكلام ده يا هشام، دي ثروة ابوك وهو حر يوزعها زي ما هو عايز. لا مش حر، في حاجه اسمها شرع ربنا. دلوقتي بس افتكرت شرع ربنا؟ وكان فين ربنا لما انا وابوك اتنبح صوتنا عشان نفكرك ترعيف اللي انت بتعمله؟ يعني ايه؟ بتعاقبوني؟ حطيتوا نفسكم بدل ربنا؟ لا احنا مش بدل ربنا، بس كمان انا ولا ابوك عبط عشان نخلي صياعتك تضيع شقه عمرنا. امشي يا عدل اديك كل اللي تحتاجه، غير كده مالكش حاجه عندي. عايز تصد عليا من ثروتي يا صلاح؟ الظاهر عليك مش عايز تفهم. انت اللي لازم تفهم. حقي يرجع لي على داير مليم، والا والله ما اخليك تعيش ثانيه واحده على ظهر الدنيا متهني بفلوسي. وانت فاهمني وعارفني كويس. لا عاش ولا كان اللي هدد صلاح البحيري. جات لك جرأة تحدد اخوك يا هشام؟ اخويا انا من النهارده ماليش اخوات، وحتى بعد ما ترجع لي فلوسي وغصب عنك مش عايز اعرفك تاني. فكر كويس يا صلاح، عندك لحد الاربعين بتاع ابوك، وبعديها بيوم واحد ما تسالنيش هتصرف ازاي. سلام يا ابن ابويا وامي. هشام قلبه زي الفل، تعالى بس النهارده وانا متاكده اني هعرف اصلحكم على بعض. طب اسمعي بقى الكلمتين دول وخليهم حلقه في ودنك. جوزك يعقل ويمشي في الطريق المظبوط، والا والله لا خليه يمشي يكلم نفسه. انت الكبير يا صلاح وانت بتقدر تعقله. عنه معين اللي بياكل على درسه بينفع نفسه، ومطرح ما يحط راسه يحط رجليه. ورحمه ابوك لا تهدى وتيجي نتكلم. اول مره بترجاك يا صلاح. حاضر. هشام وصل اهو. اتفضلي. ده شكل حد عايز يتفاهم؟ دي ابسط عيال، ده اخوك مالوش حد غيرك. افهمي براحتك بقى ان مالوش حد غيري. بلاش قسوه يا صلاح، ادخل يا صلاح. صلاح جيب نفسه عشان تتفاهم، انتوا مالكوش غير بعض. عدى وقت التفاهم. ايه اللي بتعمله ده؟ سيبيه يا نهله بيخوفني. وكمان وقت الخوف عدى. كده يا هشام؟ لا ده انت زودتها قوي. قدامي. ايه لهدومك؟ ايه؟ زي ما سمعت. بقولك ايه لهدومك؟ مش هقلع يا هشام. ارجوك يا صلاح عديها وهو بعد شويه هيهدى. ده جنان يا نهله. هو فعلا جنان. نفذ اللي بيقوله عشان خاطري. انفذ يا نهله؟ انت اتجننتي؟ نفذ بس، هو عياد، هو بقاله فتره كده من ساعه ما باباك مات وهو له طلبات غريبه، اول ما نفذها بيهدى. اما نشوف اخرتها. اديني قلعت. اقعد يا استاذ صلاح نتكلم. يتكلم في ايه واحنا بالمنظر ده؟ بقول لك اقعد. والنبي يا صلاح احنا ما صدقنا انه هدي. نعم يا سيدي.
يلا بسرعة على هدومك. بقولك يلا هدومك وطلعنا من جنبه. بلغ البوليس الأول وقبل ما يجي بشوية حروف. مش عايز مناقشة، نفذي بالحرف. يا حبيبي المنظر فظيع. ما أنا عارف إنه منظر زي الزفت. عايز البوليس لما يجي ليكي قاعدة ريلاكس كده. يلا قتل في 7 شارع 259 للمعادي. أنا القاتل. ولا قشطة صبح تاتا 2 في 3. ايه رايك في النظام بتاع امبارح؟ وحياه ابوك ما تفكرنيش، دي شقه زباله ونسوانها كلها عايزه الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقه فيها نسوان بلدي. انت هتسرح لي حته زبده. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لازم. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ بسيوني حاجه كده. بسيوني يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبر نفسك كسبتي، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد بصحيح يا ربنا. يا صباح اللي بتغني سندوتشين ودينا حاجه ساقعه. حبيبتي دايما البدايه عندك. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب. لا انا. لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي، في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياة ابوك بلاش الصباع ده، هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تختلف دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله 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 الله، سخنه عذبه. الله الله الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل اللي فيها برم، في برم يقع الوقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي يا عم. دي قصه. قصه؟ بسيوني. نعم. قولي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي، ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك، انا حر. بسيوني مستنياك. الشهود اللي في المكان شهد ان الواد التاني هو اللي اعتدى على هشام، وقال ان هشام هو اللي جرب العربيه، والواد هو اللي حصله وحاول يقتله. طب مش غريبه ان عيله القتيل، وهي عيله غنيه قوي زي عيله هشام، ما
معرفوش يلاقوا حد يشهد معاهم. صلاح اخو هشام دخل بتقل عشان ينقذ اخوه. شرفت يا بهوات، انا منتظر ردكم وان شاء الله يكون خير. احنا ما ننساش اللي يقف جنبنا. تقلقش يا صلاح بيه، ان شاء الله خير. اتفضل يا باشا. ازاي نقدم للنيابه تحريات مش مظبوطه؟ لمصلحه مين؟ لمصلحه واد حقير زي ده؟ لا، لمصلحتنا احنا يا وليد بيه. الواد اللي انت بتتكلم عنه دوت بتحريات لا هيطلع براءه، من غير تحريات لا هيطلع براءه. والعقل بيقول ان احنا نعمل خدمه مش هنخسر فيها حاجه، ونكسب لنا قرشين يامنوا مستقبلنا. والعدل والقانون والله. ولما لقاني مصر ان ما خالفش ضميري، ضحك عليا وفهمني ان اقتنع عشان ينيمني، وراح اعمل تحريات في صالح هشام وهبر منه هبره جامده. حبيت اكشف الحقيقه وربنا صلاح استعمل نفوذه، وليت نفسي من اقول الترحيلات. واهل القتيل سكتوا ازاي بالسهوله دي؟ وهتستفيدوا ايه لو اتسجن او حتى اتعدم؟ العقل بيقول والدين كمان، الديه شرعها ربنا، وعوضكم على الله. احنا ابننا يا صلاح بيه، مال الدنيا كله ما عوضناش عنه. طب اسمعوا بقى اخويا، انا هقدر احميه كويس، واذا دخل السجن يوم واحد بيقولوا عليا مش ابن رافت البحيري. طب اسمعني انت بقى، لو المحكمه ما جابتش حقنا احنا هنعرف ازاي نجيب حقنا؟ ولا 20 عيله زي عيلتكم يقدروا يمسوا شعره من هشام. انا عملت اللي عليا وجيت لحد عندكم نحل الامور بالحسنى، لكن ما دام انتوا مش عايزين براحتكم. بس اخويا قبل ما حد يفكر مجرد تفكير انه يؤذيه مش هيكون موجود على ظهر الدنيا. اوعى تفتكر اني وقفت جنبك عشان احميك، انت اكفه من ان اي حد يقف جنبك. انا بحمي اسم العيله دي وصورتها قدام الناس. مش عايز ابوك بعد كل اللي وصل له ده حد يعايره بيك فيطب ساكت. هشام خرج من الازمه دي بيكره اخوه اكتر من الاول، بالرغم من وقوفه جنبه، عشان كده شك ان هشام ده بريء. وده مش معناه ان صلاح راجل كويس، بالعكس ده اقذر بني ادم ممكن تقابله في حياتك. الناس دي من غير ما اطول عليك محترفه في القتل البارد. يعني ايه محترف في القتل البارد؟ دي حدوته طويله، ممكن احكيها لك لو مهتم تسمح. اسمع بس، اللي انت حكيته كله ما يوصلكش لليقين اللي عندك، بالعكس ده يثبت لك ان صلاح كان شخصيه قذره. عشان كده ما استبعدش عليه اي حاجه. عندك حق، بس انا برضه مش حاسس ان هشام ده بريء. يا عم ريح دماغك، القضيه مستوفيه، احنا نقدمها زي ما هي للمحكمه، احنا عملنا اللي علينا. ايه اللي جرى لك؟ انت ما كنتش كده. انا زي ما انا يا مجد، لما كنا زمان في المباحث قبل ما تنقل سلك النيابه كنت بعمل زي ما انت بتعمل دلوقتي، لكن شغله النيابه ليها طبيعه مختلفه. انا اهم حاجه عندي الورق والادله الماديه. تعالى اغديك في نادي القضاء ونكمل كلامنا. انا عندي في المكتب اكتر من 10 قضايا في اليوم. ما سالتش نفسك انا ليه مهتم بالقضيه دي بالذات؟ لا ليه؟ لان معظم القضايا اللي عندي حتى لو كان فيهم قضايا قتل فالمتهمين فيهم ناس غلابه، الظروف هي اللي دفعتهم بشكل او باخر لارتكاب الجريمه. أما البحيري وعيلته وبعد اللي عرفته عن تاريخهم بقيت حاسس إن في طار شخصي معاهم. أنت بقى اللي لازم أقول لك إنك ما كنتش كده، أيام الكلية كنت في حالك وعمرك ما اتكلمت كلام شبه ده. الشغل وراني عالم ما كنتش أتخيل إنه موجود، والبحيري وعيلته اللي زيهم هم ورا كل اللي وصلنا له. كويس إنهم وقعوا في بعض، بالطريقة دي هنقدر ناخد طارنا منهم، لأن في الظروف العادية محدش هيقدر يقرب لهم. والله حلم جميل يا مجدي، أتمنى إنك تنجح في تحقيقه. محكمة! حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم هشام محمد رأفت البحيري 3 أشهر وأمرت بوقف التنفيذ. رفعت الجلسة. أستاذ نجيب مستني سيادتك. كويس أوي، جه في وقتك. أنت بتحلم، القضية خلصت والمحكمة حكمت وانت لسه بتجري ورا ايه مش فاهم؟ اديني بس امر بتفتيش الفيلا كمان مره ومش عاوز منك حاجه تاني، واوعدك هلاقي دليل على في دماغي. يا مجدي ما ينفعش، عشان نفتح ملف القضيه من تاني لازم نقدم دليل مادي مش العكس. انا هشربك يا مسون عشان تهدى كده وتقول لي بتفكر في ايه. انا مشيت ورا افتراض ان صلاح ما خانش اخوه، ولقيت السيناريو اللي ممكن يكون اتقتل بيه. ايه هو السيناريو ده؟ هشام لازم يكون عمل له كمين، وسهل جدا انه يستدرجه لبيته من غير سكر زي ما انا فاكر. حلو، وسهل كمان يطلعوا قطه، بس مش سهل يخليه يقلع بارادته من غير اي عنف. قلعه بالتحديد. نظريا كلامك صح، انما مش كافي ان افتح القضيه مره تانيه.
صبري، لو هشام خرج من عندك عطله بأي شكل وبلغني على طول. دوروا انتوا هنا وانتوا هنا وانت تعالى معايا، ركزوا على الحيطان والسقف. كلمتنيش ليه اول ما جم؟ والله يا بيه كلمت حضرتك وتليفون سعادتك كان مقفول. استنوني برا. والله لا ندمك يا سمك دي. بص يا مجد بيه، اذا كنت فاكر ان البلد دي سايبه، لا، في قانون يمنعك انك تتهجم على بيوت الناس وتفتشها من غير اذن النيابه. سكت ليه ما تكمل؟ عموما يا هشام بيه اكيد دلوقتي قدامك ضابط ومعاه استدعاء من النيابه. انا مش فاهم قصدك ايه. اظن كلامي واضح. الرصاصه اللي بره الاوضه تفسيرك ليها ايه؟ كنت بنضف المسدس فطلعت منه طلقه في الحيطه. قصدك في التابلوه؟ والتابلوه ده فين دلوقتي؟ اتكسر في رماته. الكلام ده امتى؟ مش فاكر بالظبط. لا لازم تفتكر. يومين ثلاثة قبل الحادثة. على عموم المعمل الجنائي هيقول لنا الرصاصة اتضربت امتى بالظبط. أحمد بيه جوه؟ ما قدرناش نحدد بالظبط اليوم والساعة اللي انضربت فيه الرصاصة اللي في الحيطة. بنرجح إنها اتضربت في نفس الشهر اللي حصلت فيه الجريمة. يعني فعلا ممكن تكون انضربت قبل حادثة القتل بيومين زي ما قال هشام، وما نقدرش نثبت عكس كده. أمال الرصاصة الثابتة راحت فين لو مش هي الرصاصة اللي في حتة الصالة؟ ما قلنا خرجت من الشباك، وما تنساش انك لقيت الست في قارب الرصاص. يعني مش غريبه ان في رصاصه ناقصه ونلاقي مكان لاثر رصاصه في الصاله؟ ده مش دليل مادي علشان تتهم، خصوصا بعد تقرير المعمل الجنائي. حتى ابوك يا مجدي بقى تقفل القضيه دي ومش ناقص وجع دماغ. انت ما تعرفش انا عملت ايه عشان افتح ملف القضيه دي تاني، والنهارده مضطر اقفله. سعاد خلي السواق يودي الملاعيل في المول اللي جنبنا. خد هنا هتمشي كده من غير حط. خير يا هشام. ايه يا ريم مالك بتعامليني كده ليه؟ خير يا هشام. انا جاي اطمن عليكي. احنا الاثنين تقريبا محطوطين في نفس الموقف، واحنا بس اللي نقدر نحس ببعض. انا لا عايزه حد يحس بيا ولا عايزه اسمع او اتكلم في الحكايه دي خالص. انت ليه محسساني ان انا كنت عايزه اقتل اخويا؟ انت لو مكاني كنت عملتي نفس اللي انا عملته. ارجوك يا هشام، قلت لك مش عايزه اتكلم. براحتك، انا كنت جاي بس عشان اجراءات نقل الميراث. اعمل اللي انتوا عايزينه، انا مش عايزه حاجه من الميراث. ده حقك ولازم تاخديه. انا هعمل اعلام وراثه عشان نوزع التركه. محامي هيعدي عليكي بكره عشان تعملي له توكيل. صباح على خير. ايه بتقول ايه؟ زي ما سمعت، المحكمه وقفت كل اجراءات نقل الميراث. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ ما قلت لك ريم طلعت حامل، والمحكمه ما تقدرش تقرر قد ايه نصيب كل واحد من الورثه الا بعد الولاده. يعني لو طلع ولد مثلا، الثروه كلها هتروح لها هي وابنها. معلش يا هشام بيه، خيرها في غيرها. دي اكيد ما كنتش عامل حسابها. دي تاني مره انت بتلمح بالحكايه دي. انت عايز تقول لي انا قتلت اخويا صلاح عشان الورث؟ هو في سبب تاني لا سمح الله؟ انا دافعت عنك اه، انما مساله انا مقتنع بايدي حكايه نقولها بينا وبين بعض. بقى نعمل كل ده ونطلع من المولد بالحمص؟ لا، ريم دي لازم تختفي من الوجود وقبل ما تولد كمان. انت اتهبلتي؟ ده قضيه قتل نهله وصلاح، انا طلعت منها بمعجزه. المره دي لو قربنا ريم مهما خططنا انا اللي هلبس القضيه. محدش له مصلحه في عدم وجودها غيري، وساعتها بقى ملف القضيه الاولانيه هيتفتح وكل حاجه هتتكشف. طب والعمل؟ هي دي حكايه فيها عمل. عايز
عايز اجتماع لكل المديرين من خلاله مدام رين تعرف كل حاجه عن الشركه. عايز تقرير توضح حسابات كل فروع شركه بالمليون. عايز كل حاجه تبقى واضحه. حاضر فهم. الكلام ده يبقى جاهز امتى؟ يعني مش اقل من 4-5 ايام. لا عندك يومين. اوكي يبقى اجتماعنا بعد بكره الساعه 9 الصبح. احنا جاهزين يا شامبي. اوكي اتفضل. معلش يا ريم لازم تستحملينا، اجتماعنا النهارده هيطول شويه. مفيش مشكله. فندم والنبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا اجيب الولاد هنا ونعمل الحفل. هتفضح. انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جثتي. كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه جايب لي كهارب ومزمار بلدي. قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني، ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفق. بقول لك يا جدع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان؟ ساحر هنا في بيتي؟ فندم انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني ساحر؟ فندم بص، شايف العيال منسجمين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بتغمزني زي يوم الحرز جايين. وازيك ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بريدنا يا راجل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع يا جماعه. هاف فن، البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا وادي عزمي يا ابو العزايم يا زوبه. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا. ده هفن 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 هفن. طب عن اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اسيبك ايه مايا؟ خدي راحتك على الاخر. طب واخده يا مايا على الاخر. روحي هفن معاهم. هفن، روحي هفن هفن معاهم. سياده القبطان، عاوزه ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسه. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزه اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقه. عاوز تغطس في الشقه؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس. واحد يعني لازم كل فترة كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجة أورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكرة يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بس يوني انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه.
فوزي مسافرة وعامل حفلة بس حازم جالك على غفلة. ما تفهمش غلط، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحة أختك صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس أنت المرة دي فرطة منك جامد يا بيه. مش لما أنت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حبيبك. نظام إيه؟ هظبطك. أنت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، أنا هشرح لك كل حاجة بعدين. تشرح لي إيه يا باشا بلبس الألعاب اللي أنت لابسه ده ساعتها؟ حلو؟ طبعا يا باشا ماشي مع الشبكة اللي بره. شبكة إيه؟ الشبكة يا باشا اللي بره. يا باشا عشان كده حضرتك حاططني في الاداب عشان اتستر على جرايمك. يا بجل افهم، انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك، بس انت ساعدني. نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج. اخرس ولد حازم. عزمي عزمي حبيبي وحشتني. عزمي انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتيني بس. ايه ده؟ فظيعة قطك دي. ها قطك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. أيوه. بجد يا عزمي. أيوه. وحشتيني موتي حبيبي. وحشتيني بس روحي دلوقتي بعدين. بقولك يا عزمي. نعم. الجو ده ما بيصيرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المسير؟ دي مجموعه من الاندر ايج جايه تسلم عليا. ربنا يوفقك يا باشا. طيب نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. مجد بيه؟ مش عارف الشيطان اللي قاعد بدماغي ازاي. قدامني هبس هشام بتاعك. اول ما قالي جالك الساعه 6 عرفت انه كمين. انت لك كام اكلم عشان تقتلني؟ انا اسف يا شاهد والنبي سامحيني. ايه يا ريم؟ هشام انا عايزه اتكلم معاك شويه. طب انا مش فاضي دلوقتي، عندي بس حاجه كده خلص واكلمك على طول. طب ما ينفعش دلوقتي، انا عايزك في حاجه مهمه. هخلص قبل حبيبتي واكلمك. اوكي طيب ماشي مستنيك، بس ضروري. مش موجود يا فندم. هشام مش موجود في اي حته، لا في الفيلا ولا اي حته من اللي بيتردد عليها. بس المخبر بيقول ان شاهد في الشقه والواد صاحبه طلع لها، يبقى اكيد هشام هيروح. على الله، الواد ده لو هرب منا الليله في 100 يد هتمدله عشان تهربه. سيارة واحد اتجه لفيلا هشام، سيارة اثنين اتجه للبار، سيارة ثلاثة اتبعني. ابدأ الإشارة. هشام طلع العمارة. احنا في الطريق. وبلغني لو نزل. Thank you.
ايه اللي حصل؟ مش كنت تقول لي انها كده؟ انا بقيت تمام. اغسل وشك من الدم ده وروح اي مستشفى. اكلمك اعرف انت هتبقى فين. هشام نزل من العماره. انا قدامي 5 دقايق واوصل لك. لو ما قدرتش تقبض عليه حاول تعطله، اوعى يضيع منك يا سعيد. امرك يا فندم. اقف مكانك. خد 2 مخبرين وانزل شوف سعيد راح فين. يلا حاول على كل حاجه يا ليه. ايوه تدخلوا من عند القمر الصناعي، مش عايز تاخير. ايوه تحصلوني فورا. القمر الصناعي يا هشام بيه. انا عند حبيبة قلبك دلوقتي. تعالى بقى عشان تستلم جثتها. عقبال ما تيجي اكون خلصت عليها بنفس السكينة اللي كنت عايز تقتلني بيها. بصوا بقى انا عايزاكم في خدمة سهلة قوي. ايوه يا شاهد بس احنا مش هجانا، احنا كبرنا نخدم في خناقه. سيد انت واثق اني مش حورتك في حاجه ولا لا؟ الشهاده لا عمرك ما عملتيها. خلاص نفذوا بس اللي طلبته منكم وما تخافوش. ما تقلقش يا سيد. خلاص يا شاهد يا عشره يوم، دي عشره 20 سنه. يلا استعنا على الشاه بالله. Thank you.
سلم في العربية بكتفوا بيها. زود السرعة. كاتبوه، هات المفاتيح. المفاتيح! استنى كتفوا اجي معاك. لا انا هدخل لوحدي، في شاب جاي دلوقتي. تكتفوه ودخلوني الفيلا. يلا حاجة؟ حصل حاجة للجنين؟ مفيش جنين أصلا يا شيخ. أنا عمري ما كنت حامل. واكتشفت إن ريم اتفقت مع ضابط المباحث ونجيب المحامي على الكذبة دي، اللي هتخليني أحاول أتخلص منها فيقبضوا عليا. خطتهم فشلت، بس ريم بطبيعتها هي اللي نجحت وقدرت تتغلب علينا وتوقعنا في بعض. باين الضيبة دي سلاح جامد أوي. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء على المتهم هشام محمد رأفت البحيري بالإعدام شنقاً. رفعت الجلسة. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطني فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متمسك بيها وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا عامل ايه متورط فيك. جامعة دي اسمها جامعة الصفوة الدولية، في عيال في الجامعة دي متورطين في شراء مخدرات
من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله. وبايظ ابو ام وعايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي اهم واحده في الشله. حفلات العيال دايما في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالامان من ناحيتك لازم يحسوا ان انت الزعيم عليهم. والزعامه دي ما تجيش الا من قلب اسد. قلبك هيبقى اسد؟ شوف يا فندم والله انت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب اسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. انت خدت كل المعلومات. وريني بقى هتستعد للمهمه دي ازاي. انت مرفوض من ثلاث جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية. انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. اخرس ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك ما تقولش اي حاجة. الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا. اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم. وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زمن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور. انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعديه. اتفضل بره. اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا انت داخل جريمة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني. اسمك يالا؟ بسيون. نعم بسيون. عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من ثلاثه يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي ثلاث مصايب يا فندم. جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، وجامعه جنوب الوادي. ما شاء الله
اترفدت من 3 جامعات دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من 3 جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مايا. دي انجي برنسيس الجامعة، يستحسن تبعد عنها اصلها متشفرة. نعم ايوه، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، اصل انا فتانة. انيسة انجي لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا لا ابدا يا دكتور، تحت امرك. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في المحاضرة. ما انا عارف، الموارد الاقتصادية وعلاقتها بايه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. لو واحدة عملت انها مش شايفاك راجل يتجنن، ويا سلام بقى لو لقط الطعم وبدأ يرسم عليها وهي صدته، تبقى ساعتها عنده اهم بنت في الدنيا. الرجالة اللي عندهم علاقات كتيرة ولا تفرق معاهم واحدة تتقل عليهم. انا رأيي الواحدة تسلم له في ثانية وتدبسه. دي مدارس. بقولك يا بنت، ما اجي اقدم معاك. ماشي. ايوه. ايه؟ طيب طيب انا جاي، انا جاي حالا. انا ابويا تعبان قوي، هستاذن المدير واروح. طب والتقديم بتاع شركه البحيري؟ خليه بكره. طب بقولك ايه، انا هروح اقدم النهارده، هتعرف لك الاخبار ايه وانت تقدمي بكره. ماشي. وافقت شهد بحسن النيه وراحت نهله قدمت اوراقها، ولما رجعت كدبت على شهد وقالت لها انها راحت لقت قفلوا باب التقديم. الظاهر انهم كانوا معينين ناس قبل ما ينزلوا الاعلان ونسيت شهد الموضوع. مش تقول لابوك بقى، انا متكل عليه. حاضر يا شهد. وفي الوقت ده كانت اتعينت في شركه البحيري وقعت هشام واتجوزته، وعرفت من شهد بعد كده ان نهله بدات تبعد عنها في نفس الفتره اللي بدات تبعد عني فيها. شهد حست بغل اللي كانت صاحبتها ليها، وحست ان هشام ده حقها وان هي اللي خطفته منها، فراقبته وعرفت انه بيقعد كتير في كافي شوب المهندسين، وبالفعل عرفت توقعه وتدبسه. وبعد كده طلبت شهد مني ان اساعدها في تشكيك هشام في مراته عشان تنتقم منها. انت بني ادم ما عندكش دم، ارجوك تفهم بقى، انا ست متجوزه، انت كده هتخرب بيتي. بس انا مش قادر انسى ايامنا مع بعض. انت سافل. ليه كده؟ ده انا لطيف معاك لحد دلوقتي، ما تخلينيش اتصرف تصرفات مجنونه. جوزك مش بعيد عليا. طب يا سامح، عشان خاطري بلاش الايام دي بالذات تكلمني. جوزي بدأ يشك فيا وشاف رقمك على الموبايل. حاضر حبيبتي، ولو ان اليوم اللي ما اشوفكيش او اسمع صوتك فيه ما بيبقاش له طعم. باي باي حبيبتي. انت متاكد ان المكالمه اتسجلت؟ ايوه اتسجلت. اهي انت بني ادم ما عندكش دم، ارجوك تفهم بقى. انا هسمع هشام النص الاخير من المكالمه كده هيقتنع ان نهله بتخون الرسم. والله العظيم ده كل اللي اعرفه عن الموضوع ده، وما في حاجه غير كده اعرفها. وايه دور شهد في قضيه الهدم؟ والله ما اعرف اي حاجه عن القضيه دي غير اللي اتنشر في الجرايد. يعني عمرها ما كلمتك في الموضوع ده؟ فرحت انها قدرت تقنع هشام بخيانه نهله ليه. باين عليك عايز تقنسنا شويه كمان. والله يا بيبي لو هتموتني مش هقول اكتر من كده، لاني ما اعرفش اكتر من كده. فاكره الموضوع الصحفي اللي كنت كتبته عن الصفقات المشبوهه للشركه وكان السبب اللي اتعرفت على المرحوم صلاح؟ ايوه فاكره. انا عايزه كل المستندات بتاعه الصفقات دي. خير يا مدام ريم. مش شغلك يا ندى، انا دلوقتي مش صحفيه ريم، انا صاحبه الشركه وعايزه اعرف كل حاجه. اظن ده من حقي. طبعا انا كان قصدي بس ان الصفقات دي قديمه ومستنداتها راحت المخازن. مش مهم بعتيها دي. تحت امرك يا فندم. الشركة دي بتكسبه جي من طريق مشروع، بس أكتر حاجة وجعت قلبي تجارتهم في الدواء. بياخدوا توكيلات لشركات أدوية كبيرة عشان يصنعوها هنا في مصر. المادة الفعالة في أي دواء هي أغلى حاجة فيه، فبيقللوا المادة دي في خلطة الدواء عشان يكسبوا أكتر، وبالرشاوة بيعدوا من كل جهات الرقابية. دول أفظع من تجار الهيروين والمخدرات. دي جرائم قتل بالجملة.
وانا بقرا المستندات ما كنتش مصدقه كان هيغمى عليا. اكتشفت ان كل اللي كتبناه عن فسادهم ده ولا يجي عشر الحقيقه حتى. ده مفيش مسؤول في البلد الا ومتورط معاهم في قضيه فساد. مشكله يا ريم ان المسؤولين دول اقوى من الصحافه ومن القانون. لكن خلينا نعمل اللي علينا. هات المستندات دي ننشرها وممكن نعرف نقلب عليهم الدنيا. هم حراميه وعملوا شغلهم، احنا نعمل شغلنا ونكشفه. على الله بقى حد عنده دم يعمل شغله ويحاسبهم. مش هيحصل. انت نفسك قلت انهم اقوى، وعشان كده بقى لغايه ما نبقى احنا اقوى انا شايفه حل تاني خالص. ما كفايه يا جنابي، ما عندكش حاجه لعبد الحليم؟ ايه مدام ريم عايزاك. حلو، من امتى وانت بتحب عبد الحليم؟ انا عارف انك شايفاني اشتغلت، بس انا اتغيرت. انا ملوش معنى الكلام بعد كل السنين دي. اللي حصل حصل، انا ما نسيتش اني اذيتك، بس ربنا بيسامح. خلاص يبقى ربنا هو اللي يسامحك بعد اذنك. انا مش جايه الحفله دي عشان ارحب بالمستثمرين الاجانب، وانا بسبب اني فرحانه قوي باكبر صفقه في تاريخ الشركه. انا عايزه اطمن قبل موقع العود معاهم بكره. عايزه تطمني عليا؟ عايزه اطمن ان الدواء ده ما ينزلش منه حبايه واحده في السوق قبل ما يتم عرضه على الخبراء بتوع الشركه الام. مش ده اللي بيحصل يا كمال؟ بصراحه مش بالظبط. خليك دغري يا استاذ كمال، في تلاعب كتير بيحصل في الموضوع ده وانا عايزه اوضع له حد. موافق يا هشام؟ موافق وجدا كمان. والجهات الرقابيه بتاعتك عايزه كمان كنترول عليها، ودي هتبقى مهمتك يا استاذ كمال. مدام ريم انتوا اصحاب الشركه، ومدام مش عايزين تلاعب، ما حدش له مصلحه ان احنا نمشي غلط. اوكي يا هشام. اوكي، تعالي ناخد منهم كافه الضمانات اللازمه. الثروه دي تعيشنا احنا واولاد ولاد ولاد مملوك. لا وما شاء الله كمان الفلوس عماله بتزيد. انت بتنوع على نفسك ولا ايه؟ لا بتكلم جد يا هشام، ازاي نقدر نعيش العيشه دي وحوالينا ناس مش لاقيه تمن اللقمه اللي بتاكلها؟ مش فاهم عايزه توصلي ايه يعني. ليه ما نفكرش مثلا ان نص ارباحنا السنويه نعمل بيها مشاريع للفقراء، وخصوصا بقى اذا كانت الناس دي ليها حق في الثروه دي. حق؟ بص يا هشام، انا مش عايزه اقول كلام يجرح في حد، بس انا بعد ما شفت بعيني المستندات الحقيقيه للشركه عرفت ان صلاح كان بيخدعني. اقنعني ان الثروه دي كلها جت من طرق مشروعه 100%، وده طبعا مش صحيح. وانا من يوم ما عرفت الموضوع ده وانا مش عارفه اتصرف ازاي. فكرت كتير جدا، لقيتش غير الحل ده، هو اكتر حل هيخلي ضميري راضي نوعا ما. يا ريت كأني كنت بتفتش جوايا. انا كمان ما كنتش اعرف حاجه عن الموضوع ده، ولما عرفت اتضايقت، بس ما خبيش عليك حللتها لنفسي. قلت انا ما شاركتش في ده فانا مش مسؤول عن حاجه، بس انت دلوقتي حطيتي ايدك على الحاجه اللي ممكن تخليني انا كمان ضميري مرتاح. وليه ناخد نص الارباح ونعمل بيهم مشاريع للفقراء؟ انا رايي ناخد اكتر. وانا معاك، نعمل كده. الأماكن الغريبة ده مكان جيته مع ريم، حبيته قوي. حسب يا شيخ، انت كنت داخل على ريم عشان توقعها، باين كده هي اللي وقعتك. شكلها كده يا جاسر. الغريبة ان كل ما تطلب مني حاجة في الشغل او غيره بلاقي نفسي مبسوط قوي وانا بعملها. مش يمكن عشان تخلص من احساس الزين تحاول تعوضها عن عدم وجود جوزها وابو ابنها؟ مش صحيح، حتى لما ببقى لوحدي وهي مش معايا ببقى مبسوط قوي لما بسمع عبد الحليم او اجي مكان زي ده. ده انا افتكرت اني كنت بحب الرسم من زمان، طلعت اللوحه وبقيت اقعد ارسم بالساعات وما بزهقش. بركاتك يا شيخ ريم. هو بيقول ايه؟ شويه نسر كده على ما وصل تخش الباب. مالك جايباني على ملا وشي ليه؟ في ايه؟ في ان سعادتك عاش حياتك مع الهانم وبينها نسيتك شهد. انا ما نسيتش، بس شغل الشركه كتير اليومين دول. ما انت عايز تسيب لها الجمل بمحمل واجعلك لي بقى على شغلها. في النهايه دي شركه ابويا وما عادش فيك حاجه فيها ولا هي تمحيك. احترمي نفسك. شوف يا هشام، خلينا دغري مع بعض احسن. انا حاسه بقى ان في حاجه مش مظبوطه. يا اما بتعمل عليا فيلم الضمير اللي صحي عشان تقنطرني، يا اما انت بتحب ريم وانا بقى. مش فاضي الهرتله بتاعتك دي. هشام. نعم. عايزاك. ياه، محتاجه كل التفكير ده ولا دي كمان بقى ضمن الهرتله بتاعتي؟ لا يا شهد، بس انا فعلا مش فاضي. مش عايزه اتنيل معاك، عايزه اقعد اتكلم معاك شويه. نفسي اخي ولا حرام؟ معلش يا حبيبتي، خليها معايا. شغلكوا في القضيه ما عادش له لازمه. هشام طلع انضف مليون مره من صلاح. هو عارف يقطعك بالسهوله دي؟
انا اتخدعت مره من صلاح ومش سهل حد يخدعني تاني يا مجدي بيه. هشام اكيد بيخطط ازاي يخلص منك ويستولى على الفلوس. مش صحيح، هشام بيفرق معايا فلوس على الغلابه وبيساعدني ان الشركه تمشي صح. مدام رين، هشام مش سهل وكلنا متاكدين انه مش بريء. والله المحكمه برئته وانتوا نفسكم عرفتوش تجيبوا دليل واحد ضده. هشام ممكن يكون كان زمان بني ادم وحش لكن دلوقتي لا. تقدر تفهمني اخبار اللي اسمها شهد دي مع ايه؟ ايه علاقه شهد بالموضوع؟ بس قول بس لسه بيقابلها؟ لا بطلت تروح، بس ممكن يكونوا بيتقابلوا في اي مكان تاني. انت مش بتقول انك مراقبها؟ ايوه، بس عمر المراقبه ما تجيب نتيجه 100%. وبعدين ايه علاقه ده بموضوع؟ ده بس عشان اثبت لك انه اتغير. هفترض معاك ان هشام اتغير وبقى كويس، دي مش قضيتنا، احنا قضيتنا قضيه القتل. ما بقتش قضيتي يا مجدي بيه، انا ورايا حاجات اهم بكتير قوي من اني ادور على مين اللي قتل الراجل هو نفسه قتل الاف الابرياء. عايزاكوا بس تفتكروا ان الراجل بقذاره صلاح سهل قوي يخون اخوه يعمل علاقه مع مراته. الوضع كده بقى خطير. احنا كده فقدنا مساعدة ريم. اسمع يا مجدي بيه، أنا ساعدتك وما تأخرتش عنك في القضية دي. بس أنا شايف إنه كفاية لحد كده. حتى لو الواد مش بريء، أدينا كلنا شايفين إزاي لصالح حاله وبقى بني آدم كويس. ده ربنا قبل التوبة، هنيجي إحنا ونقفلها في وشه. أنت يا أستاذ نجيب اللي بتقول كده؟ أنا مش عايزك تحرق في بحر. أنت مش بس فقدت مساعدة ريم، دي ممكن تقف ضدك وتروح تقول لي هشام على كل حاجة، ساعتها ولا حد هيقدر يوقعه. مش هترد؟ لا مش مشكلة. قولي لي بقى أنت كنت عايزة تكلميني في إيه؟ كنت عايزة أقول لك إن ساعات البني آدم بيبقى مضطر يكذب، لأنه ما بيقدرش يدي ثقته في اللي قدامه لحد ما يثبت إنه قال الثقة دي. ده طبيعي. بس ايه الحاجه اللي انت بتكذبي فيها؟ اوعى تكوني بتكذبي عليا. ده التليفون التاني، رد مش مشكله. ايوه جاسر. جاسر، هي حصلت يا هشام؟ انت ما بتردش ليه؟ مشغول اليومين دول. مشغول في ان شاء الله؟ اصل ضغط الشغل. لا اصل ولا فصل، انا عايزه اشوفك دلوقتي حالا، انا في الشقه وانت عارف لو ما جتش انا مجنونه. خلاص يلا انا جاي. باي باي. معلش يا ريم انا مضطر امشي، جسر عنده مشكله ولازم اروح له. طب مش مشكله نتكلم بعدين. لا ممكن تقولي لي ايه هو الموضوع اللي بنتكلم فيه لما ارجع من عند جسر؟ لا افضل بعدين، اصل الموضوع يطول شرح وامرح مشوارك الاول. طب سوري ما تزعليش. مالكيش دعوه، قلت لك غيرت رايي ومش عايز حاجه من الفلوس دي. ليه ان شاء الله؟ نقسم لها فلوسك كده لله؟ دي حاجة ما تخصكيش، دي فلوسي وأنا حر فيها. لما هي ما تخصنيش، ليه دخلتني من أول وخدتني شرتك في جرندان أكل؟ أنا ما دخلتكيش، أنت اللي طلبت تساعديني، وعموماً ما تزعليش، لما يتقبض عليا مش هبقى أجيب سيرتك، ارتحتي؟ لا ما ارتحتش، أنا مش شريكتك في دي بس، أنا شريكة حياتك، ده اللي أنت فهمته لي، ومن حقي أعرف أنت غيرت رأيك ليه؟ وأنت إيه اللي قلبك كده؟ ما أنت قلت إن مش همك الفلوس، وطول ما إحنا مع بعض يلي عن قبل الفلوس. هو فين ده اللي مع بعض؟ ده أنت ما بقتش طايق تبص في وشي. بقى عايز تفهمني ان هشام اللي انا اعرفه بعد ما قتل اتنين عشان ثروته يتنازل بسهوله كده عشان ضميره صحي؟ تعال امسح الرياله. ما تيجي احترمي نفسك واتكلمي عادل. انا بتكلم عادل، انت اللي اتعلقت ورحت حبيت ريم. انت بتخرفي بقى. انا ما بخرفش يا هشام، دي الحقيقه اللي انت عارفها كويس، ولازم تبقى عارفه برضو اني مش مستعده اتنازل عن حقوقي. حقوقك؟ حقوقي في راجل عملت كل حاجه عشان زي ما عملتي لي انا كمان عملت لك كتير، بلاش نعاير بعض. بص يا هشام، زمان كنا بنقوى ببعض، بلاش تخلينا نستقوى على بعض. انت يا شاهد بتستقوى عليا؟ انت اللي بتستقوى عليا، اذا كنت فاهم ان حته بنت مفعوصه زي دي ممكن تضيعك مني تبقى غلطان، ده انا محيها من على وش الدنيا. ايه هتقتليها؟ ما اقتلهاش ليه؟ هما اللي بيقتلوا احسن مني؟ وهروح لبعيد ليه؟ ما انا ممكن اخليها ما تتهناش بيك ثانيه واحده ومن غير ما اقتلها، وعليا وعلى اعدائي، وانت فاهم كويس، تليفون صغير للبوليس ممكن يحصل لي. بتهدديني يا شاهد؟ بقى بتذبحني وزعلانني بهددك؟ يا بجحتك يا اخي. ده انت غريبه قوي، هو انا لو ما قتلتش هبقى بذبحك؟ لا يا بيه، انت حر في ثروتك، بس مش حر فيا. مش بعد ده كله عايز تدوسي زي الصرصاره وتنهي علاقتك بيا؟ انا ما قلتش اللي انا عايز انهي علاقتي بيكي. خلاص يبقى نتجوز. مفيش حل قدامك غير انك تخلص من شهد. انت فاكرني قتل قتله؟ شهد ناوي على الشر وما عندكش اختيار، اما حياتك او حياتها. مع الاسف عندك حق، بس انا برضو ما اقدرش اقتل. يمكن لو كنت اتحطيت في الموقف ده زمان يمكن كنت قدرت. طالما كده يا شي انا ممكن اقوم عنك بالمهمه دي، بس لازم يكون الحافز مغري ومغري قوي كمان. انا عايز 1,000,000 جنيه. هو انا كنت وافقت من الاصل انك تقتل عشان تتشرط عليا؟ هتوافق
عندكش اختيارات. حسبها كويس هتلاقي. بصراحه جسر عنده حق، شاهد تقدر بكل سهوله توصلني لحبل المشنقه. حاولت احل الموضوع معاه، حطت العقده في المنشار، صممت اذا كنت عايز اثبت حسن نيتي يبقى اتجوزها فورا، والحقيقه ان دي اخر واحده ممكن اتجوزها، خصوصا بعد ما عرفت ريم. ريم بدون ما تحس عرفتني قد ايه انا كنت حقير وعايش حياه حقيره. كان نفسي اخلص من حياتي الاولانيه وابدا حياه جديده. ارجوك تفهم بقى، انا ست متجوزه، انت كده هتخرب بيتي. بس انا مش قادر انسى ايامنا مع بعض. انت سافل ليه كده؟ جوزك مش بعيد عليا. طب يا سامح عشان خاطري بلاش الايام دي بالذات تكلمني. جوزي بدا يشك فيا وشاف رقمك على الموبايل. واكتشفت اني قتلت نهلة ظلم هي كمان. ساعتها عرفت قد ايه شهد لعبت بيا وحاولت. انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله، انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو؟ لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي انا متعود على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيوم. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انجي يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه يا بسيوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل. اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. يا ماما ايه نظامها؟ لا عادي خلاص بتبقى عادي طبعا. شوف العيال ومقايستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كاننا هنا. حبيبي ايه يا حمد؟ مالك زعلان من ايه؟ من قله يعني البنات في الجامعه؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اثنين. يا مايا قال لك 100 مره انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق؟ مايا بتضحك معاك، وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعى يغرك زي ما يغر انجي، لولا السيجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك، انا معتبرك طحنته. اوه لسه معاك طابع؟ معايا بس انت افورت النهارده يا كبو. يا بقى فيها كبو. اخلص. هات ايه من هنا؟ خد. على فكره بقى انتوا مغرورين في الواد ده. وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي معرفهاش. تعالى افرجك على بقية الصور. ده باباكي ها؟ اه دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ اه بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي انجي انتي بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. اه لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء
شاء الله يا هاني. قلبتي البيت كباريه؟ انت ايه اللي جالك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دي واحده يا عم. على فكره حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر وانا مش شايف في اي حزم. واضح من الصور دي ان باباك بيحبك قوي يا انجي. ايه ده حلقي واقع؟ وريني كده بس يوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجب. ده الستايل. ركبه بس. ايه اللي بيحصل ده؟ بابا. ها؟ ابن حلال لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط. حضرتك انا كنت بركب لها الحلق حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجه حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي، اسكت انت، مالكيش دخل. الندل ده هو اللي غواكي ولو شرفي. والله ما في نقطه ميه ترتشت على شرف سعادتك. انا لسه عارفها النهارده الصبح، يعني ما حصلش حاجه. وانا هستنى لما يحصل. تعال هنا. ايه اللي دخلك اوضه بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير وسافل كمان عذرك؟ انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين. يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. ماما عادي طبعا عادي. ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هانم، شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه؟ ان شاء الله عايشين في امريكا. على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا؟ بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على حفله فيها ايه دي؟ اتفضلي يا هانم، بقى دي اشكال تصاحب بنتك؟ وانا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي؟ ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه كده انت طلعت لازم تهدلها فيه لو عامل ام ميمي ده. انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ما تعيش. انت بتقول امك ايه؟ انا هجيب لكم ضابط. عيشتي عيشتي مني يا شيخه. ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ ده تاني امرك يا فندم. شكرا. بيانات البنت دي عايزك تجيب لي الدوسيه بتاعها من السجل المدني ومن الجامعه اللي كانت فيها، واي معلومات عنها باي جهه رسميه اكتبها لي، واكشف لي كمان اذا كان عندها ثواب. بتحب عبد الحليم انت؟ ها؟ قوي. ممكن تاكل الاول وبعدين تكمل شغل؟ لا في حاجات ممكن انساها. لا مفيش، انت قلت لي خلاص على صفقه الصين وقلت لي هنقل حامد، مفيش حاجه ثانيه. لا في. والله ما انا سامع حاجه لما تاكل الاول، الجرح محتاج غذاء عشان يلم يا هشام. اصبري شويه يا ريم، دي اخر حاجه. عشان خاطري. حاضر. بس على شرط تاكلي معايا. حاضر. والله ما عارف اشكرك على ايه ولا على ايه. انت عارف ان انا المفروض اشكرك. شعاعنا الحقيقي والاساسي اولا الكوامة. البيوت هدمت ويعاد بناؤها ان شاء الله. البنية التحتية ضربت ويعاد. نتيجة عايزك تلعب لك 10 دومنا يمكن تكسب لك 5 جنيه. لا يا ابني هو مستني المليم بتاعتك ده. الاهلي ما وكلهاش شاه. انت عارف في ايه؟ ما تسخنش كده. كبر دماغك يا عزة، تعال كلها سكة ليك. اقعد. انا ذوق الشاه زي على فمي. أنا تعاطى بمسؤولية وبمرونة في هذه المسألة، ولكن هناك خط مصالحنا الوطن. نحن مصرون على الوقوف على الصمود، على أن نحفظ كرامتنا وسيادتنا وحريتنا وحرية العالم. المطلوب أن نصبر، أن نصمد، أن نواصل، وبالتالي. وأنا أجيب لك منين المبلغ ده؟ شغلك مش بتكسبي قد كده؟ طالما هنصاهين يبقى نستفيد بجد. عيب يا عزة اللي بتقوله ده، ما تغطيش على دمك بقى. اختشي؟ لما الفقر يطحن جدتنا ونلاقي نفسنا بنسحب على بطننا عشان ناكل، يبقى ما عادش ينفع خشة. كلنا عارفين شهد ممكن تكون بتجيب الفلوس دي منين ومطنشين. كل واحد مننا لما بتيجي تديله الفلوس ما بيقدرش يبص في عينيها، لا يشوف وساخته فيها. انا مش عايز منك فلوس يا شهد.
وانا هقتلك واغسل عارك. اني من الاول ما كنتش راجل، وبديت ان انا اعيش على عرقك من الليالي وسخه. انا ماشي من البيت ده مش راجع غير لما بقى راجل قادر اصرف على نفسي واخواتي. اول مره اشوفك ضعيفه كده. عشان اول مره حد يتهمني في شرفي بالشكل ده. من مين؟ ده اخويا. دول كلمتين قالهم لك في ساعه عصبيه، شويه كده هيروق ويرجع البيت تاني. هشام احنا لازم نتجوز وحالا. انت اتجننتي؟ اتجننت عشان بقولك نتجوز؟ لا، علشان بتقولي حالا. وريم هنعمل فيها ايه؟ عملها اسود وبني. هو انت داخل على حب؟ مش داخل على زفت، بس ما ينفعش في وسط ما انا برسم عليها اقول لها بس بعد اذنك هروح اتجوز وارجع لك على طول. مع ان كلامك منطقي، بس انا بقى مش مستريح حالك. هاي يا شهد. هاي. عندك ميه ساقعه؟ تعالى يا جاسر شوف الاستاذه. لا دي قال مش مستريح حالي. قال شهد عندها حق، انت مفيش حد في الدنيا المفروض يستريح لك بقى كده. شهد اعمل لنا كوبايتين شاي. تعالى يا جاسر. مش عارف ايه السبب، ما بقاش عندي حماس اقعد معاك. انا كلمتك مخصوص عشان اتحجج بيك، ما اعملش معاها حاجه. مفيش واحده تانيه؟ ابدا ما بشوفش حد، انا مركز في موضوعي. ما يمكن الواحده التانيه دي ريم. لا، كل العقود دي اتراجعت ولسه في عقد محتاج شويه شغل هيبقى عندكم بكره. اي خدمه تانيه؟ اقعد يا استاذ نجيب عايزك. طب استاذن انا بقى اودي العقود دي للشؤون القانونيه. اتفضل خد الباب في ايدك يا استاذ كمال. ليه عندك يقين ان قتلت صلاح عشان اورثه؟ تؤمر باي خدمه تانيه؟ ارجوك اقعد. اعمل مره واحده اللي عمر ما ابويا ولا اخويا عملوه. كان نفسي حد فيهم يقعد معايا ويفهمني بالراحه على اي حاجه. عمري ما شفت منهم غير الاسوء، واديك انت كمان بتعمل زيهم. اسوء؟ انت اللي بتتكلم عن الاسوء؟ بعد كل النعيم والعز اللي كانوا معايشينك فيه؟ قصدك بدل العربيه اربعه والفلوس بين ايديها زي الرز، ومفيش حاجه احلم بيها الا لما تبقى موجوده. هو ده النعيم اللي انا محتاج له؟ عمر ما حد فيهم طبطب عليا واخدني في حضنه وفهمني اني غلطان. ابويا كان طول الوقت يهني على اي حاجه ما تعجبوش، وما بقاش فاهم انا بتهان ليه. وش معنى اخوك؟ ما هو ابوك برضه كان بيعامله نفس المعامله وهو صغير، وطلع راجل وبقى دراعه اليمين. عشان بالصدفه صلاح طلع بيحب شغل ابويا، فده عجب ابويا جدا وانسجموا مع بعض. لكن عمره ما سالني انا احب اشتغل ايه غير البيزنس. وكأنه فاكر عشان انا ابنه لازم اطلع زيه واحب شغله. يمكن يكونوا غلطوا في طريقه تربيتك او معاملتهم ليك، بس انا برضو مش قادر اديلك اي عذر في كل اللي عملته. انا ما عملتش حاجه. لا عملت، وجاي دلوقتي بتدور على اي حاجه تبرر لنفسك كل تصرفاتك دي، ونفسك في اي حد يوافقك عشان تستريح من عذاب الضمير. بس انا بقى مش هريح، لانك ظالم، ظلمت نفسك وظلمت ابوك واخوك. اللي انت عملت تتكلم على اسوتهم دول كانوا ليل ونهار بيفكروا فيك وفي مستقبلك. وحكايه نقل الثروه اللي باسم صلاح دي، ده اتفاق تم قدام عيني. ما اخبيش عليك انا مش موافقك على اللي هتعمله، انت كده بتخالف شرع ربنا. عيب يا نجيب، مش انا اللي خالف شرع ربنا. يبقى محتاج افهم ازاي عايز تكتب كل ثروتك باسم صلاح وتحرم ابنك الصغير من كل حاجه؟ عشان احافظ على الثروه دي. انت عارف انا تعبت قد ايه على ما عملتها، وعنديش استعداد امشي من هنا وهي تضيع من هنا. بابا اسمح لي اول مره عرضك، ازاي هقدر اعيش واخويا فاكر ان اتمعت في نصيبه؟ ما عادش في وقت للمناقشه. دي وصيتي يا صلاح. عايز تخالف وصيتي؟ لازم اخوك يا صلاح يفهم ان كل حاجه راحت منه، ولما يتاكد من كده حاله هينصلح. ساعتها ابقى اقول له ورجع له نصيبه. دي آخر حاجة بأتمنك عليها. دي مش أمانة، دي خيانة لأخويا. خيانة مشروعة يا ابني. مد إيدك واحلف إنك هتنفذ كل حرف في الوصية. مد إيدك يا صلاح. أنت عمرك ما تأخرت على أبوك ثانية واحدة. جاي دلوقتي تتأخر، وأنا مش فاضل في عمري ولا ثانية. زي طول الهيك كده ليه؟ قلت له لك كان لازم اقوله له من زمان.
عنده انهيار عصبي حاد. حضرتك المدام؟ لا هو محتاج علاج شويه، يمكن محتاج يغير جو. مرسي. بص بقى، الدكاتره قالوا انك بقيت كويس وممكن تخرج النهارده، فممكن تروح تاخد حمام وتغير هدومك عشان تخرج معايا. هنروح على فين؟ عايزه اشممك هوا مصر بجد، مش هوا العينين اللي انت قاعد فيه ده. عينيكي تغمض وتفتح يبان سطوح الليالي عليه الأمان. عينيكي تغمض وتفتح يبان سطوح الليالي عليه الأمان. وقبل الأوان اللي قبل الأوان بتحييني أنفاسك المسعدة، وما فيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده، وما فيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. يا مصر اللي جايب الشجر من زمان، بحبك كأني طليق العناء. يا مصر اللي جايب الشجر من زمان، بحبك كأني طليق العناء. وزي الكتاب اللي كان يا مكان، وزي الرصيف اللي في السيدة، وما فيش كده 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 كده. انا اللي زرعت البيوت والعيدان، ما يمنعش عقلي شويه جنان. انا اللي زرعت البيوت والعيدان، ما يمنعش عقلي شويه جنان. ويرجع لاسمك رنين الحنان، أتيل المحبة يلبي الندى، وما فيش ريم. دي بنت فظيعة، سهرتني مع ناس عمري ما شفت زيهم، ناس على قد حالهم بس مع ذلك سعادة سعادة. خرجتني شوية من مود الزفت اللي كنت فيه، مش قادر أنسى إن قتلت أخويا في عز ما كان هو خايف على مصلحتي. يا حبيبي هون على نفسك، انت معذور وما كنتش تعرف. لا يا شفت، انا اتسرعت، خايف كمان اكون اتسرعت في قتل اهلي. انا طلبت منك اعرف طريق سامح ده، وانت فضلت توعديني انك هتتصرف. والله يا حبيبي اختفى تماما، غير رقم تليفونه وما عرفلوش طريق. وبعدين خد هنا، انت ما قلتليش بدات تدي ريم الحبوب ولا لسه؟ لسه فكرت الحكايه دي خالص. ريم طيبه ما تستاهلش اذيه. يا لهوي، عايز تسيب لها فلوسك؟ اديكي شفت الفلوس وصلتني ليه. يا حبيبي اعمل اللي يريحك، طول ما احنا مع بعضين على ابو اي حاجه. هي عمر الفلوس خلت حد سعيد؟ استنى بقى يا شهد، خلينا اكمل. الفار مش بيلعب، ده بيتنطط في عبي. قال ايه عايز يسيب لها الفلوس؟ روح يا زينب للحاجه فهيمه، قولها ان كل زباينها متاخرين في دفع قسط الهدوم. حاضر. وانت هتعملي ايه؟ مش عارفة، ده أنا مش خايفة على الفلوس، بس أنا خايفة على هشام نفسه يروح مني. ريم شكلها عجباه. ده أنت بتحبيه بجد بقى؟ أديني اتنيلت على عيني لتحت. أحسن، بطل بواخة. المهم دلوقتي عايزك تختفي شوية اليومين دول وما تجيش هنا خالص. هشام رجع يسأل عن طريقك وأنا توهته. يا نهار أزرق، هو لسه بيسأل؟ ما تتخضش كده، ما تجمد. هو يعني هيجيبك منين؟ خليك بس حارس اليومين دول شوية. اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ اه حبيبي، اول مره زورني. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته، بنت جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك.
يا فندم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش. اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير. سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه ده شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنوا معايا يا حبيبي. اقول لك على حاجه اللي حاجه ورايا يا بسيوني. واللي بيسني يا بسيوني بس اتفضل يا بسيوني يا حبيبي. اقول لك استنوا بس اقول لك على حاجه. لا تاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتمرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم. اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى فيه سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا الكاميرا العربيه بلا نشيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاسم الساري يا بابا. يلا يا بنت يلا الجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه. عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس. ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك. دي فيها ايه يا كسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى بس تعمل كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعده صواريخ. الله ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه. اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءه وجامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحه انا اول ما بصيت في وشه خفت. جسمي اشعر لدرجه ان انا فكرت اغيره ليكون اكبر من المهمه. بالعكس واد زي ده هو المطلوب بالظبط. انت شوقتني اشوفه. يومين اتنين يا فندم واجراءات نقله تتم خالص. انت لسه بتحبني؟ افضل احبك طول العمر. بحبك. اوباش مسك كده نكبس عليهم بقى ونعرف هندم والنبي. اصبر يا زفت خليهم يسخنوا على بعض شويه هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي ما تتعبناش. احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول انت. لا مؤاخذه يا باشا. اوباش كده سخن قوي نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا من يوم ما عرفتك الدنيا حلوة. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الارض. ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم دول عاملين لي فيها تمر وشرير. يا رايا يلا. بابا بابا اهلا اهلا. اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده لنا وصار. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى ما تنتحر في 60 داهيه. ايه؟ عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف اللي يشتغل فيها. اه هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا ابوها ينتقم وبعدين ينتقم بقى. احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه
حازم حازم بسيولي بسيولي الله يحرق سنينك انت فين يا ابني فاكر يلا ما كنت بغششك في الامتحانات وكنت بس والله وحشتني بس والله وانت كمان انت فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز رقبتك كانت هتتكسر بس مش فاكر يا باشا برضه مش فاكر انت صعبت عليا بنسى الحاجات دي والله وحشني وانت كمان يا بسيولي قول لي حازم بالحق انت يعني ايه اللي فكرك بيا والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي على الهزار واللطافه جاي اقبض عليك يا بسيولي جاي تقبض عليا انا بجد يا بسيولي لا والنبي اديني بقى ايدك الشمال ومين اللي جاب لك الكلبشات دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي الف لا باس يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني افكك ايه يا باشا ده انت شكلك عامل مصيبه ولا مصيبه ولا حاجه كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنال عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط يا باشا لا فيها جورنال ولا حلايب ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله قال لي هتقوله حيا او ميتا يا عم وراك اكبر ولا حاجه انت عارف الموضوع ده حله ايه دبله وبوكيه ورد فكني بقى يا حازم ورد ايه يا ابني انت اطلع قدامي اتفضل يا فقر ادي وحشني ادي وحشني يا مسوني خلاص تعالى ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم يا فقر كل يوم ابعت لك عيش وحلاوه يحيى العز يحيى العز يجمعهم حاجه واحده الفقر نهله وريم وشهد هنا جريمة قتل في 7 شارع 259 المعادي أنا هشام البحيري أنا القاتل قتلت مراتي وأخويا الفرش ده بعيد شويه عن مكان ضرب النار مش بعيد قوي هو ضرب الرصاص من هنا وما تنساش ان المسدس بينطر الفارغ بعيد شويه طيب فكر فيها تعال صور لي ده تعال ورا صور اثر رصاصها في الحيطه مجدي بيه النيابه وصلت اهلا يا احمد بيه ازيك يا مجدي بيه ايه الاخبار جريمه شرف انما عنيفه شويه جثتين جوه القاتل هشام البحيري والمجني عليهم مراته واخوه صلاح البحيري دول ولاد البحيري رجل الاعمال بالظبط يا فندم ابوهم لسه ميت من شهرين ضربهم رصاصتين لكل واحد وفي اثر الرصاصه الخامسه هنا في الحيطه اما الفوارغ فلقيناهم سته والمظروف السادس ملوش اي اثر دورت كويس ومتاكد انه ملوش اثر الشباك ده كان مفتوح ايوه يمكن طشت منه وخرجت من الشباك يمكن دي أول واحدة
نهلة كانت شغالة مع صلاح أخويا في شركتنا، عجبتني حاولت أصاحبها، طلعت عيني، أول واحدة في حياتي ترفض تصاحبني، عجبتني أكتر ومعرفتش أطلعها من دماغي. شوف يا هشام، لما اتجوزتش وتلميت وبطلت حياة الهلس اللي انت عايش فيها دي ورحمة أمك. أبويا ركب دماغه وصار اتجوز واحدة من معارفه الأغنية، رفضت بس هو صمم، فقررت أغيظ واتجوز واحدة فقيرة. اتجوزت نهلة، وبعد الجواز بحوالي سنة كنت في رحلة سفاري مع أصحابي، الرحلة اتلغت فرجعت البيت، فوجئت بيهم وحصل اللي حصل. وليه لغيت رحلة السفاري؟ مش أنا اللي لغيت، بس عماد صاحبك قال في التحقيقات إنك أنت اللي كلمته في التليفون وأنت اللي لغيت رحلة السفاري. ده صحيح، بس ده بعد ما جاسر وتامر كلموني وقالوا لي إن هما مش هيقدروا يجوا، وأنا عمري ما طلعت رحلة سفاري من غير صحابي كلهم. تحرياتنا بتقول إنك عمرك ما كنت بتشيل المسدس دايما معاك، اشمعنى المرة دي؟ أنت كنت بتشك في مراتك؟ تحريات سعادتك مش مظبوطة، لأن في أي رحلة سفاري دايما مش المسدس. يعني مفيش أي خلافات بين صلاح وهشام؟ لا. طب كنت بتشك في أي علاقة بين جوزك ونهلة؟ لا. ولا كنت بتشك في سلوكيات جوزك؟ أبدا. تتهم هشام بقتل جوزك عمدا ومش بسبب الخيانة؟ معرفش إيه اللي ممكن يكون حصل، أنا كل اللي أعرفه إن عمري ما شفتهم بيتخانقوا. دي بقى التانية، ريم مرات أخويا صلاح، مفيش عمار بيني وبينها، ومع ذلك ما اتهمتنيش بحاجة في التحقيقات. كانت صحفية مشاغبة، رزع التحقيق صحفي عن شركات أبويا واستغلاله لنفوذه، هيجت الدنيا علينا. الكلام ده ولا يفرق معايا؟ أنت اللي تفرق معايا. أخويا صلاح قرر يتعامل معها بطريقته. معجب جدا بأسلوبك في الكتابة، وعاوز أعينك مستشار صحفي لمجموعة الشركات. ولا شيك في مقدم تقدري تعتبريه عربون محبة. استني بس، انت اكيد فهمتني غلط. استني بس، والله فهمتني غلط. حكاية مش محتاجة ذكاء. ممكن تديني فرصة اشرح لك وبعديها اعملي اللي انت عايزاه؟ المفاجأة انه وقع في غرامها وقرر يتجوزها، وعندك مثلا الملف، وهي ما قبلتش غير لما اقنعها بكل الادله قد ايه احنا رجال اعمال وطنيين وبنخدم الغلابه.